تعالى بقى اوريك الوجه التاني لهابر. لما الحرب العالميه الاولى قامت، هابر اتطوع في الجيش. الحرب كانت قويه جدا، بعد فتره ابتدت الذخيره ان هي تقل، فابتدوا يلجأوا للسلاح الكيميائي. فاكر لما احنا قلنا ان عشان تكسر الرابطه ما بين ذرتين نيتروجين محتاج كميه طاقه هائله جدا؟ والعكس، عشان تجمع ذرتين نيتروجين مع بعض ده بيطلع كمية طاقة هائلة جدا بتسبب انفجار. وهنا هابر عكس شغل المصنع بتاعه، بدل ما بيديله طاقة عشان يكسر بقى بيجمع وياخد الطاقة دي، وبقى بيصنع الأمونيوم نيتريت اللي بيستخدم في المتفجرات. سنة 1914 حول المعمل بتاعه لمختبر للأسلحة الكيميائية وصنع غاز الكلور، غاز قاتل أتقل من الهواء بتاعنا مرتين ونص، بيمشي قريب من الأرض وينزل جوه خنادق العدو، وأي حد بيشمه بيعمله أعراض الغرق وهو واقف على الأرض.